اول خطوه في خطوات البرايمري اناتومي بتكون الفينيشنج، ونقصد هنا بالفينيشنج ان انا اعمل اكسس ريموفل واعمل سلوب كوركشنز واعمل كمان لينس ادجستمنت. ودايما هنا البيرز اللي بستخدمها بتكون يلو كودد بير، او ممكن استخدم الريد كودد بير مفيش مشكله، بس تاخد بالك ان السبيد بتاعتك وانت بتستخدم البير تكون مينيمم سبيد. لو بتستخدم الهاي سبيد كونترا فدايما حاول تتحكم في الفوت كنترول بتاعتك او بالبريشر بتاع اليونت، بحيث ان انت تبقى السبيد بتاعتك قليله او كانك شغال على لو سبيد. تاني خطوه بالنسبه لي ان انا اعمل ادجستمنت لللينس التاتوز. دايما بشيل الاكسس بس باستخدام البير، ولو في اي حاجه في البلاتال سايد ببدا اشيل كل الاكسس كومبوزيت من البلاتال سايد علشان ما يبقاش عندي اي انترفيرنس في الاوكلوجنز بعد كده. البيرز اللي استخدمتها هنا هي اليلو كودد بير، ودايما بحاول زي ما قلنا نخلي الفوت كنترول بتاعتنا مش ضاغط للفوت كنترول، الكولنت بتاعي انترميتد كولنت او ووتر سبلاش من حين الى اخر. لو محتاج اعمل ادجستمنت في اللينس بتاع التوس فافضل حاجه هي طبعا استخدام الديسك. اتاكد دايما ان انت حاطط الترانزيشنال لاين انجلز ان كوريكت بوزيشن، وده مش خطوه من خطوات الفينيشنج. الفينيشنج بيظبط الترانزيشنال لاين انجل بات نوت كرييت الترانزيشنال لاين انجل، علشان كده انا بحب اظبطها من البدايه في البيلد اب. استخدام الديسكات مهم جدا عشان نعمل لينس ادجستمنت وانسايزل ايدج ادجستمنت. انا مش بريكومند ان انت تستخدم الكورس فينيشنج او الموست ابريزيف في الاول، انا بفضل ان انت تستخدم يا اما حاجه تكون ميديوم يا اما وايت مثلا، تكون اسهل معاك في التعامل عشان تكون عندك كنترول اكتر، خاصه لو انت ما عندكش الاكسبيرينس الكافيه، لان الديسك فيري ريسكي وممكن يشيل بزياده. هنا انا بعمل ادجستمنت للليبيال سايد وخلصت الادجستمنت بتاعي في الانسايزال ايدج، ده احنا بنسميه البرايمري اناتومي. البرايمري اناتومي بيهتم بحاجتين مهمين جدا، الويتس واللينس بتاع التوس، شكل التوس المبدئي. دايما ما تنساش احنا بنشتغل على اللاترال، فدايما الديستال سايد بتاع اللاترال بيكون راوند، والميزيال انسايزال انجل بتكون برضو راوند بس الديستال مور راوند زي الميزيال. في تفاصيل اكتر هتبقى في كورس الاونلاين انتر اكتف كورس كومبوزيت فيديو.